اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. على مدار الساعه تقريبا نتناول احد الموضوعات ربما الاكثر جدلا او الاكثر اهميه على الساحه داخليا او خارجيا. نستقبل اراء حضراتكم حول موضوع الحلقه، نتشاور في هذه الاراء ونتعرف على اهم جوانب هذا الموضوع من خلال المتخصصين والمسؤولين. نتبادل وجهات النظر جميعا، نتعرف على المزيد والمزيد حول موضوع الحلقه. بكل تأكيد مشاركة حضراتكم معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي سنعرضها خلال دقائق. هذه الآراء، هذه الوجهات في النظر، هذه التساؤلات كلها تثري موضوع الحلقة. أيضا نعرضها على المتخصصين، نتعرف على المعلومات الدقيقة من مصادرها. مشاهدينا الكرام، مصر بكل تأكيد تعد من أغنى دول العالم بالمعالم السياحية، وكذا تتعدد فيها القطاعات السياحية، والسياحة تشكل دخلا هاما لهذا البلد العظيم. ومن ثم فلا بد من مساعي متعددة سواء على الصعيد الرسمي أو غير الرسمي لتنشيط السياحة. هذا هو موضوع حلقة اليوم، وسؤال حلقة اليوم سيكون حول مسألة تنشيط السياحة وما يجري وما يتم على الساحة لتنشيط السياحة في أحد الجهات أو القطاعات. برأيك كيف تسهم عروض شركات الطيران في جذب السياحة إلى المدن السياحية المصرية؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم. بكل تأكيد أكرر تساؤلاتكم وعروضكم ومقترحاتكم ووجهات النظر التي تصلنا جميعها نعرضها على المتخصصين، نتعرف المزيد. مشاهدينا الكرام، هذه الآراء تصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، وهي الفيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، انستجرام، من خلال همزة وصل إي جي. هذه الآراء تهم الكثيرين، ومن ثم لابد أن نتعرف على المزيد من المعلومات حول كيفية إثراء السياحة وعمل تنشيط سياحي خاصة ونحن في موسم السياحة. قبل أن نبدأ موضوع حلقة اليوم، دعونا نتعرف من خلال التقرير التالي على بعض المعلومات ثم نبدأ حلقة اليوم، فابقوا معنا. بهدف تنشيط الحركة السياحية وجلب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، تحرص شركة مصر للطيران خلال الفترة الحالية على تقديم العديد من العروض التسويقية الجديدة لعملائها في جميع أنحاء العالم. وأعلنت شركة مصر للطيران عن تقديم تخفيضات تصل إلى 50% على تذاكر السفر من وإلى أي نقطة في شبكة خطوطها الجوية التي تواكب بداية العام الجديد واحتفالات رأس السنة وإجازات نصف العام الدراسي. ويأتي ذلك في إطار الخطة التسويقية التي تستهدفها الشركة خلال هذه الفترة، حيث تقدم أسعارا تنافسية على تذاكر السفر من عدد من النقاط الخارجية للسفر إلى القاهرة وباقي نقاط شبكة مصر للطيران، إلى جانب البرنامج السياحي المتكامل الذي طرحته الشركة مؤخرا. وطرحت الشركة شرائح سعرية للسفر من القاهرة إلى باريس بأسعار تبدأ من 4713 جنيها على الدرجة السياحية شاملة الرسوم والضرائب، كما طرحت أسعارا تنافسية على تذاكر السفر فقط إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان تبدأ من 650 جنيها للاتجاه الواحد و1250 للذهاب والعودة شاملة الرسوم والضرائب. وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية إن رحلات مصر للطيران تصل إلى نحو 17 مدينة وعاصمة بالسوق الأفريقية بما في ذلك دول المغرب العربي. ورحب خبراء السياحة والطيران بالعروض الحالية مؤكدين أنها ستسهم في جذب شريحة كبيرة من المسافرين، كما أنها تعتبر خطوة جيدة لتنشيط الحركة السياحية بين مصر والدول الأخرى. تابعنا من خلال التقرير مشاهدينا، تعرفنا على العروض التي تقوم بها الشركة الوطنية للطيران وبعض الشركات الطيران الأخرى بشكل عام تسهم في تنشيط حركة السياحة. دعونا نتعرف على المزيد من الآراء التي وصلتنا من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونذهب إلى الزميلة إيمان الشيخ. إليك إيمان. نعم، شكرا لك محمد. وصلتنا بالفعل الكثير من التعليقات والمشاركات وجهات النظر تعلق على موضوع حلقة همزة وصل اليوم، وتؤيد ضرورة الاهتمام شركة مصر للطيران وأيضا عرضها الكثير من الأسعار المنخفضة التي ربما سوف تساهم في تنشيط حركة السياحة في مصر. أبدأ بإبراهيم شريف الذي يقول: شركة مصر للطيران هي شركة وطنية، بل هي من أهم الشركات الوطنية
التي تعمل بجد، ولكن وسط الأزمة الحالية في انخفاض عدد السائحين والإجراءات التي اتخذتها السعودية في فرض تأشيرة للعمرة والزيارة غالية الثمن، أدى هذا كله إلى انخفاض عدد الركاب. لذا يجب أن تتجه الشركة إلى عمل العروض وتخفيض الأسعار لتشجيع الأجانب والعرب على حد سواء، بل والمصريين أيضا، على ركوب طائرات مصر للطيران، ليس فقط لانخفاض أسعار تذاكرها، ولكن لأن مصر للطيران تتميز بالأمان من حيث خبرة الطيارين المصريين وحسن الضيافة. أنتقل إلى أبو يوسف الذي يقول: سوف تساهم شركة مصر للطيران في جذب السياحة لأنها من أهم وأول العوامل التي تعتمد عليها السياحة في مصر، فهي الناقل الوطني الذي يمثل مصر، فلابد من اتخاذ بعض الإجراءات مثل تسهيل إجراءات السفر وتخفيض الرسوم وتذاكر الطيران حتى تكون في متناول الجميع. لابد أيضا من تقديم عروض ترويجية في العالم بأسره عن عروض السياحة في مصر، والعمل على توفير الأمن والسلامة للمسافرين وأيضا السياح، وتقديم خدمات الضيافة على أعلى مستوى لضمان راحة وإسعاد السياح الذين يأتوا إلى مصر. يعني مشاهدينا، كانت هذه بعض التعليقات التي وردت إلينا على صفحة همزة وصل على مواقع التواصل الاجتماعي. أنتقل من جديد بكم إلى الزميل محمد سليمان، هو الآن في الانتظار في استوديو تحليل همزة وصل، معه مزيد من الاتصالات الهاتفية ومزيد من المناقشة والتحليل. معك محمد، تفضل. أشكرك إيمان، وأشكر مشاهدينا الكرام على مشاركتهم وعلى الآراء التي وصلتنا. بكل تأكيد سنعرض هذه الآراء ووجهات النظر ونستفسر عن الكثير مع المتخصصين والمسؤولين. دعونا الآن نبدأ في المداخلات الهاتفية لنتعرف على المزيد حول موضوع الحلقة وهذه الخطوات التسويقية التي من شأنها تسهم في رفع معدلات السياحة وتعويض خسائر هذا القطاع. يكون معنا عبر الهاتف أستاذ محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي، والأستاذ أشرف الجداوي، المتخصص في الشأن السياحي. يعني أستاذ محمد، في البداية من وجهة نظرك، إلى أي مدى تسهم هذه الخطوات والإجراءات التسويقية في استعادة معدلات السياحة كما كانت؟ أولا مساء الخير وبسلم على حضرتك وعلى أستاذ عشرة. حياتنا يا فندم. الحقيقة أنا شايف أن مصر طيران عندها فرصة يعني غير مسبوقة على الأقل في مجال السياحة الفترة اللي جاية. نعم. لانه الاقصر، وانا بكلم حضرتك من الاقصر نسب الاشغال فيها حاليا بتزيد عن حوالي 45%. احد المشاكل اللي بتعوق تدفق السياحه انها تبقى اكتر من كده، وانا ببتدي بالسياحه الداخليه، هو قله عدد الطائرات ما بين القاهره والاقصر. قدام مصر طيران فرصه ذهبيه لرفع عدد السياحه الداخليه اللي احنا بنعتبرها رئه اضافيه واساسيه تنقل من القاهره واسكندريه للاقصر. الحاجة الثانية، احنا عندنا تدفق سياحي مقبول بصورة كويسة جدا من شرق اسيا، متمثل في السياحة اليابانية والصينية والهندية، وللأسف هذا الجزء متروك لشركة منافسة وهي الطيران القطري. مصر طيران عليها إعادة ترتيب الأولويات ودراسة السوق بحيث تقدر تعوض كل الخطوط. أنا مصر طيران لو اشتغلت على احتياجات السوق المصري من سياحة من دول العالم في الفترة اللي جاية، اعتقد انها مش هتحتاج ولا هتتاثر باي حاجه مثل العمره والرحلات السعوديه. يعني وحد حضرتك مثال بسيط مثال بسيط جدا، احنا بالنادي احنا عندنا خط اسمه هيسرو الاقصر كل اسبوع كل يوم احد، احنا بنطالب بطياره تانية او اثنين من مانشستر، وشركات السياحه عندها استعداد انها تغطي تكلفه الطيران. اذا مصر الطيران عندها فرصه ذهبيه انها تعمل حاجتين: تنعش السياحه وترفع اقتصادياتها كشركه نقله. تمام استاذ محمد، ارجو ان تبقى معنا. نذهب الان استاذ اشرف الجداوي المتخصص في الشان السياحي. يعني استاذ اشرف، بعد التحيه، هل ترى ان السياحه الداخليه تستطيع ان تعوض نسبه الفقد في السياحه الخارجيه؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك وعلى الاستاذ محمد عثمان. مساء الخير. اعتقد ان عمر مع السياحه الداخليه هتستطيع ان هي تعوض ولو جزء من السياحه الخارجيه، وبالتالي في عبء على مصر الطيران مشكورة، هي بتعمل دلوقتي أسعار تنشيطية للأسواق اللي هي بتطير ليها وبتصل إليها، ولكن لابد أيضا من فتح أسواق جديدة، وأعتقد أن الأستاذ محمد عثمان كان بيقول نفس الكلام، اللي هي أسواق شرق آسيا.
لابد من التركيز على أسواق شرق آسيا، وبالتالي لأن الأسواق الأوروبية هي مربوطة بالسياسة، وما زال بعض الدول حتى الآن بتعمل الحظر، وما زال الحظر ساري على مناطقنا السياحية. أستاذ أشرف، هل يستطيع الأسطول للشركة الوطنية أن يغطي الدول المستهدفة تحديدا، أو الأسواق الجديدة المستهدفة فتحها في المرحلة المقبلة؟ لو عندي الأسطول بتاع مصر للطيران، أسطول كبير مش قليل، وأعتقد لو عندي حتى 4 طائرات بس، ومش عايزين نضرب أمثلة ونقول أسماء شركات، تستطيع بالترتيب وبالجدولة الاستراتيجية المضبوطة للأسواق المستهدفة، تستطيع أن هي تغطي كافة الأسواق. يعني إذا ليست حجة مسألة كبر الأسطول أو ضعالة الأسطول أو الأسطول متواضع، لا خالص على الإطلاق. مصر الطيران أسطولها مش متواضع، مصر الطيران محتاجة بس ترتيب أولويات، محتاجة تقعد مع الأجهزة المعنية بالتنشيط، محتاجة تقعد مع شركات السياحة المنوط بيها التعامل في الأسواق الخارجية، وتعرف الأولويات إيه. وأيضا لابد نرجع تاني ونقول لابد من التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لأن لابد من تسهيل إجراءات دخول مصر، لابد من، يعني أعتقد الوقت حان، إحنا النهاردة في 2017، لابد من تفعيل مسألة التأشيرة الإلكترونية لكافة الأسواق التي تتعامل معها مصر. تمام. طيب أستاذ أشرف، أرجو أن تبقى معنا، نعود للأستاذ محمد عثمان. أستاذ محمد، هل ترى أن هذه العروض التسويقية قد تكون سلبية نسبيا على شركة الطيران الوطنية أو بعض شركات الطيران الأخرى، مما يضطرها أحيانا إلى عدم إجراء مثل هذه العروض التسويقية على مدار فترات طويلة؟ شوف، أنا طبعا عايز أقول بس بالنسبة لشيء مهم ذكره أشرف بيه، والحقيقة هو حقيقي، هل تعوض السياحة الخارجية، السياحة الداخلية، السياحة الخارجية؟ لا طبعا لا يمكن، لكن أنا بقول إن السياحة الداخلية ليها ميزة واحدة بس، على الأقل بتحفظ العمالة الموجودة. أحد مشاكل السياحة بسرعة اللي هقولها لحضرتك، إحنا عندنا نسبة تسريب حصلت في العمالة المدربة حوالي 40%. هذا هو الجزء الأولاني اللي برد على أشرف بيه أستاذنا فيه. أما الأمر الثاني فهو لا تؤثر، لأن شركات الطيران في العالم كلها بتعمل في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات أسعار تشجيعية بمناطق لمناطق معينة وديستنيشن معينة، تستطيع تعويضها في خطوط أخرى. وأنا بقول لحضرتك وبرضه بكرر، مصر الطيران قدامها فرصة ذهبية لحاجتين. الفرصة الذهبية الأولى ضخ عدد من المصريين القادرين على إعادة الحياة وحقة الحياة للسياحة الداخلية والسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، وده شيء مهم جدا، والسعر المتداول لن يؤثر على 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 هذا. بالعكس، مصر عندها شركة ثانية مش عايزين نقول اسمها برضه تستطيع القيام بهذا الدور، لو مصر مش عايزة تحط اسمها. لكن مصر عندها فرصة ذهبية لإنعاش السياحة الثقافية. اما الكلام اللي حضرتك قلته بخصوص هل طاقة مصر، انا مع أشرف فيه ان الطاقة تستوجب، خاصة ان حضرتك عرفت ان التدفق السياحي على الغردقة وشرم الشيخ لا يكون بطيران مصر. كل الطيران العارض اللي بيغطي السياحة الصرفية متمثلة في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بيبقى طيران اجنبي. اذا مصر قادر على هذا الامر، لو زي ما قال أشرف فيه كان عندنا حاجة بسرعة اقول لحضرتك، كان عندنا زمان لجان استماع، كانت وزارة الطيران بتبعت حد يقعد مع شركات السياحة في المقاصد المختلفة ونقول لهم ايه الاحتياجات للست اشهر اللي جاية وبنرتب بناء عليها. ده يخليني اسال، ارجو ان تبقى معنا، اسال الاستاذ اشرف، يعني الاستاذ اشرف، هل هذه الخطه التسويقيه او مساله التخفيض في الاسعار هي كل الممكن بالنسبه لشركه الطيران، ام ان هناك ربما خطوات او اجراءات اخرى قد تسهم في عمليه التسويق والترويج؟ استاذ اشرف. ايوه يا فندم، كنت اسال حضرتك هل اجراءات التسويق مساله التخفيض فقط هي وحدها الممكنة بالنسبة لشركة الطيران الوطنية، أم أن هناك من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى تسهم في عملية الترويج مثل يا فندم؟ الطبيعي من الممكن طبعا اتخاذ إجراءات أخرى، وإلى هذه الإجراءات الأخرى تتمثل في عمل برامج سياحية متكاملة، ودي بنشوفها زي بقية الشركات الطيران الكبرى بتعمل البرنامج السياحي من الألف للياء زي ما بيقولوا.
وده طبعا هيسهم بشكل كبير في زيادة عدد الحركة وزيادة عدد السياح للمناطق المختلفة. طب أستاذ أشرف، احنا ما عندناش البرامج دي، ما عندناش الأسلوب ده أو النمط ده المتبع في عملية الترويج والتسويق؟ والله هو بيحدث أحيانا، ولكن أحيانا يعني أنا كلامي محدد، بيحدث أحيانا، ولكن ما زلنا بنعمل كجزر منعزلة للأسف الشديد، يعني في بعض الأحيان، وبنشوفها في المواسم، في موسم الأجازات، في موسم أجازة نص السنة، في مع اقتراب الصيف برضو بيحصل بيحصل ده بالتعاون مع هيئة التنشيط. في كان في أكثر من برنامج حقيقي، كانت برامج صحيح يعني اقتصرت على حوالي 350 ألف مصري، أنا بالنسبة بتكلم بالنسبة للسياحة الداخلية دلوقتي، ولقت نجاح بالفعل، ان الاسعار كانت في متناول الجميع. ولكن لو اتكلمنا على بالنسبه للسياحه الخارجيه، فلا بد من برضو عمل اعداد هذه البرامج. لو هم ما عندهمش يعني الخبره الكافيه، اعتقد ان اللجوء لي زي ما قلت للشركات السياحه ولوزاره السياحه لمزيد الدعم، لمزيد من الدعم يصيروا يعملوا برامج متكاملة. بالتأكيد هذه البرامج المتكاملة بتعمل ترويج وبتعمل زيادة في الحركة السياحية من كافة الأسواق. تمام، أرجو أن تبقى معنا. نعود للأستاذ محمد. أستاذ محمد، نلحظ كثيرا أنه عندما يتم رواج السياحة الخارجية تهمل السياحة الداخلية، ثم نعود إلى الاهتمام بالسياحة الداخلية في حالة كساد السياحة الخارجية. كيف تستطيع شركة الطيران الوطنية والشركات العاملة في هذا الحقل داخل مصر إحداث التوازن بين السياحة الداخلية والخارجية حتى لا نفقد أي من الدفتين؟ أنا عايز أقول حضرتك حاجة، أنا بكلم حضرتك من الأقصر، ونسبة الإشغال في الأقصر سلم في 45، بس حضرتك قلت لي داخلية. لا أنا بتكلم على نسبة الإشغال كم مثلا 40 يمثلها حوالي 50% سياحة داخلية. إذا السياحة الداخلية تعتبر صحيح لا تستطيع أنها تمدني بالعملة الصعبة، لكن أنا برجع أقول لحضرتك حاجة، تقدر تشغل لي الأسطول النقل بتاعي، تقدر تشغل المراكب اللي بقالها فترة واقفة، تقدر تشغل النقل السياحي وتحافظ على البعد الاجتماعي. إذا السياحة الداخلية قادرة رغم أنها ما بتدخليش عملة، لكن بتحافظ لي على تشغيل المنشأة السياحية متمثلة يا إما أوتوبيس ومركب، قادرة على أنها تعمل جزء من البعد الاجتماعي. وأنا الحقيقة من خلال برنامج حضرتك عايز أشكر المصريين اللي موجودين وبيبقوا مصريين على هم يزوروا بلدهم. الأقصر رفعت أسعار المراكب والفنادق، رفعت أسعار المصريين وتدفق المصري إلى الأسعار المصريين في الأقصر أسوان، ولكن هناك تدفق. والملفت للنظر أن هناك تغيير في ثقافة السفر لدى المصري، وده أنا شيء بركز عليه قوي. تغيير ثقافة المصريين في السفر اختلفت. زمان كنا نقول السياحة الداخلية معناها انك تدخل وتلاقي المعبد والناس بتقعد مش عارف ايه وبترقص وبتطبل كده. انا بلاقي مصريين النهاردة جايين مع اسرهم، حريصين على انهم يزوروا كل المناطق الاثرية، حريصين على انهم يشرحوا لاولادهم التاريخ، حريصين حتى وده اللي مهم انهم يدعموا الصناعات الصغيرة، بيقفوا رغم ان انا اعرف انهم مش محتاجين هذا الامر، انهم يشتروا من واحد بيبيع عاديات، يشتروا من واحد بيبيع تماثيل صغيرة لاولادهم. مراعاة البعد الاجتماعي اللي بيقوم به المصريين اللي بيزوروا الصعيد الان محل شكر مننا كلنا، واحنا كنا بنتكلم في هذا الامر بالامس. احنا بنشكر المصريين اللي بيبقوا حريصين على ذلك. الاقصر المصريين كنز، فاحنا بنحتاجه في اوقات معنا، لكن لازم يبقى الكنز ضروري وكنز دائم. طيب قبل ما اعود الى الاستاذ اشرف، هل ترى اننا في حاجه الى مزيد من الافكار الابداعات في مجال السياحه من قبل حضراتكم القائمين والمتخصصين على هذا القطاع، في هذا القطاع تحديدا، لإحداث نقلة نوعية إن صح التعبير، ثقافة وتوعية جديدة بالسياحة الداخلية وأهميتها على مستوى القطر المصري؟ لأن للأسف الشديد برغم تعبيرات ووصف حضرتك في الأرقام التي تصل إلى الأقصر وأسوان وغيرها، إلا أن مفهوم السياحة الداخلية لدى الشعب أو القطر المصري ككل لا يزال لا يصل إلى الحد المطلوب. فما هو الدور وما هي الجهات المعنية والمنوطة بإحداث وعي ثقافي وسياحي وأيضا طرح عروض تسويقية وترويجية كثيرة؟ أستاذ محمد؟ ألو محمد، هل تسمعني؟ نعم فندم. كنت أسأل وزارة السياحة. فضل. أنا سمعت السؤال. تمام. وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، ثم وزارة التعليم،
ليه ما يبقاش في دور لوزارة التعليم بأهمية زيارة المنطقة الأثرية؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن في بعض الجامعات في العالم دلوقتي بتيجي تعمل مشاريع التخرج بتاعها في الأقصر وفي أسوان. لماذا لا تكرس بعض الجامعات في 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 مصر إلى عودة مشروعات التخرج؟ وأنا هأضرب لحضرتك مثال بسيط جدا. كلية الفنون الجميلة في سنة 1960 لغاية 67 كانت بتشترط لمشروع التخرج لأي طالب بكلية سياحة من كلية فنون جميلة إن مشروع التخرج بتاعه يبقى فلوسه، لدرجة إنه أقيمت بعض الفنادق تحمل اسم المرسم فقط، وكبار المبدعين اللي عملوا بعد كده واشتغلوا في الفن كانوا أصلا من هذه المدارس. لماذا لا تقوم وزارة التعليم العالي وزارة التعليم التعليم بنشر ثقافة السفر وتغيير مفهوم السفر؟ أنا الحقيقة بعترف إن مفهوم السفر تغير، لكن تغير قليلا. دور هي تنشيط السياحة، وأنا برضو يعني شايف إن قادرة السياحة الداخلية على أنها تعيد قبلة الحياة إلى السياحة الثقافية. أنا النهاردة بتكلم على 45%، طب نعملهم 50%. حتى الشيء الوحيد كمان اللي مهم جدا يجب التركيز عليه، أين وزارة الشباب في هذا الأمر؟ وزارة الشباب مع وزارة التعليم العالي مع هيئة التنشيط مع وزارة مع المجتمع المدني مع المجتمع المدني مع القطاع الخاص، لابد من كل هذه الجهات تتكاتف. نعم عموما أستاذ محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة وهذه التوضيحات والمداخلة. نعود إلى الأستاذ أشرف الجداوي. أستاذ أشرف، في عجالة مع تحريك سعر الصرف أصبح السائح الخارجي لا يتكبد الكثير، هل ترى أن هذه العروض الترويجية والتسويقية للسياحة الخارجية ضرورة في عملية التخفيض أم أنها قد تكون مكلفة للجانب المصري وغير هامة للجانب الخارجي؟ غير صحيح على الإطلاق كلام حضرتك. ألو، تفضل يا فندم أسمعك. غير صحيح على الإطلاق اللي حضرتك تفضلت بيه. لا، التنشيط أو العروض أو العروض المخفضة ضرورة ومهمة، وأيضا التنشيط الخارجي عبر شركات الطيران المصرية وعبر التنشيط السياحي وعبر مكاتبنا وعبر شركاتنا السياحية، ده مسألة ضرورية ومسألة حياة أو موت، لابد من التنشيط. تمام يا فندم، لكن التخفيض يا فندم أسأل عن التخفيض فقط، هل التخفيض ضروري أم أنه ربما يمكن تنويع البرامج السياحية وأشكالها وكذا؟ لا بالتأكيد ما التخفيض ضرورة للأسعار دائما أبدا. أنت بتخاطب المستهلك أيا كان هذا المستهلك ونوعيته، فبالتأكيد لما بيلاقي أسعار مخفضة مجرد الإعلان عن سعر مخفض لسلعة ما فبيبتدي الإنسان بيفكر فيها وبيبتدي يبقى حريص إن هو يشوف هذا البرنامج أو يتابعه أو يحاول يستفيد منه يعني بشكل يحاول يستفيد منه بشكل أو بآخر. تمام. وبالتالي لا، فكرة التخفيض فكرة جيدة جدا، ولكن مع التنسيق مع الدعاية الخارجية زي ما قلنا وتكثيفها في الأسواق، ايضا مع الحرص على تفعيل التاشيره الالكترونيه زي ما كنت بقول لحضرتك. تمام يا فندم. زي ما قلنا الوقت يداهمنا. الاستاذ اشرف الجداوي متخصص في الشان السياحي، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذه التوضيحات والنصائح الثمينه. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن بعد أن تعرفنا على آراء المتخصصين ودور عملية التسويق والترويج لتنشيط السياحة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، دعونا نتعرف على سبل تنشيط السياحة والترويج لها من خلال المواطن في الشارع المصري. تابعوا. مشاهدينا، لحين التعرف على رأي الشارع المصري دعونا نتعرف على المزيد من الآراء التي وصلتنا من خلال موقع الفيسبوك والمزيد من مقترحات حضراتكم حول عملية الترويج والتنشيط للسياحة في الفترة الحالية. ونعود إلى الزميلة إيمان الشيخ. إليك إيمان.
شكرا لك محمد. مجموعة أخرى من بعض التعليقات والمشاركات التي وصلت إلينا. أبو يوسف أبدأ به يقول: نعم سوف تساهم شركة مصر للطيران في جذب السياح مرة أخرى إلى مصر، لأنها من أهم وأول العوامل التي تعتمد عليها السياحة في مصر، فهي الناقل الوطني الذي يمثل مصر، فلابد من اتخاذ بعض الإجراءات مثل تسهيل إجراءات السفر وتخفيض الرسوم وتذاكر الطيران حتى تكون في متناول الجميع. عماد المصري يقول: شركة مصر للطيران هي الناقل الوطني وهي من أهم عوامل الجذب السياحي للبلد، سوف تساهم بشكل فعال في جذب السياح، ولكن لابد من زيادة الترويج والارتقاء بالخدمات المتميزة المقدمة ووضع أسعار تنافسية. أيضا محمد أنتقل إليه، هو يقول: إن عروض شركة مصر للطيران ممتازة لتنشيط السياحة الداخلية لما قامت به من إجراءات وقرارات بتخفيض تذاكر الطيران، لكن لابد من تفعيل إجراءات أخرى لتنشيط السياحة الخارجية لما له من أهمية في إنعاش الاقتصاد القومي من جانب، وأيضا إعادة الروح لقطاع السياحة المصرية الذي تأثر وتكبد خسائر كثيرة منذ قيام ثورة يناير، وما تقوم به وزارة السياحة المصرية من شراكة مع عدة وزارات سيأتي بالنفع لكل القطاعات والوزارات، لأن قطاع السياحة هو أحد أهم القطاعات الموجودة بالدولة. أقترح أيضا أن تقوم وزارة السياحة بعقد مؤتمر دولي لجميع وزراء السياحة في العالم مع شركات السياحة العالمية وأيضا المحلية في أحد الأماكن السياحية الشهيرة بمصر، وذلك للترويج للسياحة المصرية وشرح كل التخفيضات المقدمة والمقاصد السياحية الأكثر أمنا، وجود بنية تحتية تم تطويرها، كل ذلك يتم إيضاحه في هذا الاحتفال في مصر. حامد الطواب أنتقل إليه أيضا يقول: أولى خطوات ازدهار السياحة في مصر هو أن تدعمها شركة طيران قوية وعريقة مثل شركة مصر للطيران، وسوف تساهم هذه العروض في تنشيط السياحة المصرية فعلا، فكل العالم ينظر الآن إلى مصر وقدرتها على استعادة قوتها السياحية أو نشاطها السياحي في المنطقة، فهم يشتاقون إلى زيارة مصر التي تمتلك ثلث آثار العالم، وسوف تساهم هذه الخطوة أيضا في تنشيط السياحة الداخلية. يعني هذه جولة أخرى من بعض الأراء والمشاركات التي وصلت إلينا. أنتقل بكم مشاهدينا من جديد إلى زميل محمد سليمان، هو الآن في الانتظار من استوديو تحليل همزة وصل. تفضل محمد. أشكرك إيمان وأشكر مشاهدينا الكرام على المزيد من المشاركات التي وصلتنا، وأنتظر أراءكم بكل تأكيد ونهتم بعرضها على المتخصصين. دعونا الآن نتعرف على بعض الآراء من خلال المواطن في الشارع المصري حول كيفية تنشيط السياحة ودور شركة الطيران الوطنية، فتابعوا. العروض ممكن تعمل فايدة، بس لو اتطبقت ما نقولش عروض وما تتنفذش، لو العروض اتنفذت هيبقى في جلب للسياحة برضه. أي حاجة فيها عروض بتمشي. لابد ان يعني مصر الطيران تخفض اسعار شويه عشان تجذب السياح من بره ويبقى دخل مصر. المجهود اللي بيعمله شركات الطيران لجذب السياحه لمصر تكون حاجه كويسه وحاجه مشرفه لمصر، واحنا عايزين دايما الحكومه او شركات الطيران المصريه تعمل يعني مثلا نظام وتعمل شكل للسياحه ودعم للسياحه عشان البلد تقوم وباذن الله يكون الاستقرار في مصر وتجذب لنا السياح ان شاء الله. مجهود يحمد عليه طبعا من الدوله ان هي بتوفر حاجه زي كده، بس انا شايف ان ده مش كفايه. زي ما شركات الطيران بتدي خصومات لازم برضو الفنادق تدي خصومات، لازم يكون في جروبات، لازم يكون في برامج سياحيه للجروبات اللي نازله دي معموله على اعلى مستوى. ما بقاش ان انا اعمل لي تخفيض طيران 50% واجي الاقي الفنادق مشغوله، او اجي الاقي الفنادق خدمتها وحشه، او اجي الاقي الفنادق اسعارها عاليه، او اجي الاقي المشاوير السياحيه والمعارض برضو اسعارها عاليه، وما انت ما عملتليش حاجه. مش كفايه ان الشركات بس تعمل، لازم برضو الفنادق ولازم كمواطنين نعملهم معاملة أحسن من كده، مش إن احنا نعمل يعني زي ما نقوله بالبلدي إن احنا نعملهم مفتحين أو مصلحة أو كده، لازم نحسوا إن احنا خايفين عليهم برضو إن احنا نقدر نجيبهم تاني بلدنا. مشاهدينا تابعنا رأي الشارع، خلصت هذه الآراء إلى ضرورة التطبيق والتنفيذ والاهتمام والاستمرار في هذه العروض.
ايضا الاهتمام بالسائح الاجنبي الخارجي وايضا السائح الداخلي، تعدد وتنوع البرامج، وان شركه مصر للطيران بكل تاكيد شركه وطنيه تستطيع او قادره على تنفيذ والترويج للسياحه وتنفيذ مثل هذه البرامج. ولكن كلنا نعلم ان المنافسه شرسه، واننا في هذه الفتره تحديدا من العام تعتبر ذروه السياحه على مستوى دول العالم، ولكن مصر كانت قبل ان يتوقف هذا القطاع ويتراجع تحظى باكبر عدد ممكن من السائحين الأجانب في هذه الفترة. إذن يعوزون الكثير لتنشيط هذا القطاع السياحي على مختلف الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية، اتخاذ المزيد والمزيد من الإجراءات من أجل تعويض ما فات هذا القطاع. أيضا السياحة لها أشكال وصور متعددة، هناك عدة أدوار لابد أن تقوم بها الجهات المعنية لتنشيط مختلف هذه القطاعات. دعونا مشاهدينا نذهب الآن إلى بعض المداخلات الهاتفية ونتعرف على المزيد حول هذا الموضوع، وسيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ سيف عماري الخبير السياحي. يعني أستاذ سيف، بعد التحية، من وجهة نظرك هل ترى أن الإجراءات التسويقية التي تتخذها الشركة الوطنية كافية لتعويض ما فات هذا القطاع؟ سيف، أستاذ سيف، أستاذ سيف العماري، يبدو أن هناك مشكلة في مصدر اتصال حتى نتواصل مع الأستاذ سيف. كما ذكرت منذ قليل تعرفنا من المتخصصين في بداية الحلقة أن هذه البرامج التسويقية شركة مصر للطيران قادرة عليها. المتخصصون وجهوا كل الشكر للمواطن والشعب وعي المصريين في تنشيط قطاع السياحة الداخلية، ولكن هناك أحيانا ما نتعرض لبعض الشكاوى من بعض السلوكيات التي قد تكون غير مناسبة، مما ينتقص من شكل المواطن أمام السائحين الأجانب في تناول الأماكن أو ريادتها أو زيارتها أو استخدام بعض القطاعات السياحية. عموما مشاهدينا نتعرف على المزيد من الإيجابيات والسلبيات ووسائل التسويق من الأستاذ سيف عماري الخبير السياحي. أستاذ سيف، بعد التحية، هل ترى أن الإجراءات التسويقية التي تتخذها الشركة الوطنية للطيران كافية، أم أن هناك من وجهة نظرك وأنت كخبير في الحق لابد من اتخاذ إجراءات تسويقية أخرى؟ والله أنا طبعا بالنسبة اللي نتكلم إحنا الجزئية الأول السياحة الداخلية، نعم، تبعها مصر للطيران طبعا سياسة جيدة، لأن إحنا اللي يهمنا لازم في الفترة دي لما بيبقى في فترة ضد أي ما فيش فترة سياحة خارجية، أي دولة في العالم بتعتمد على السياحة الداخلية، لأن هو القضية من السياحة الداخلية ترويج المناطق السياحية بأبناء المصريين، ودي لها عدة فوائد، لنا على أساسها بيشتغل وسائل النقل، بيشتغل المحل التجارية، بيشتغل الفنادق، بيبقى فيه عمالة وفي شغل أفضل ما إن تبقى الفنادق بلا عمل. من ناحية السياحة الداخلية دي طبعا نقدر نقول إن مصر الطيران يعني تشكر ولا الفضل، واتمنى ان هناك طيران خاص يحذو هذه الحجوه. طيب استاذ سيف، وانت خبير سياحي، ما هي الاجراءات التي قد تضاف على الاجراءات التسويقيه هذه لضمان استمرار السياحه الداخليه على مدار العام؟ يعني في كثير من الدول الغربيه والدول التي تتمتع بمواقع وموارد سياحيه متعدده تستمر السياحة الداخلية فيها على مدار العام تقريبا، لماذا تقتصر في مصر على بعض الفصول فقط وتحديدا فصل الشتاء ربما؟ يعني والله وانا عايز اقول لك يمكن مرتبطه بالاجازات دي من ناحيه، وانت عارف انه عندنا فتره الصيف برضو احنا ما مش قصره على ما نقدرش اقول النهارده يعني واحد مصري بيروح الساحل الشمالي، والساحل الشمالي ما اقدرش اقول دي سياحه لان ده اغلبه ملاك ومتواجدين وملاك، وكنا احنا بننشد في يوم من الايام ان الساحل الشمالي ده يبقى زي البحر الاحمر كله فنادق عشان تشتغل عليه السياحة الداخلية، فصعب انه النهارده في فترة الصيف اقول لواحد انه هو في فترة الصيف يبقى موجود في الساحل الشمالي او في المناطق الساحلية واقول له اطلع الاقصر واسوان وشرم الشيخ وغردقة، لكن لو في مزيد من التخفيضات هيضطر فعلا انه مش مشكلة يطلع له اسبوع او خمس ايام في اي منطقة من
سواء الغردقة أو شرم الشيخ أو الأقصر. ولعلم سيادتك إحنا من 4 سنين الغردقة كانت أكبر نسبة تشغيل فيها من الخارج كان من الأوروبيين في فصل الصيف، يعني فصل الصيف شرم الشيخ والغردقة كانت نسبة تشغيل أعلى فترة فيهم، وده اللي بنتمناه إن شاء الله وجميعا منتظرين إن تعود السياح إلى ما كانت. بس لي أنا غرض، ليس القضية قضية كم كما هي قضية كيف، يعني مش عملية إني أنا أشد الشايخ وأجيبه وأدفع فلوس وأدعم طيران ودعم فنادق وأجيب الشايخ بسعر يبقى يعني سعر أقل من أي سعر في العالم، ده بيأثر فينا أساسا، يعني بنرخص مصر رغم انه معروف ان مصر لا بس عفوا المقاطعه يا استاذ سيف عفوا المقاطعه، يعني الكثير من الشركات المنافسه تتخذ مثل هذه الاجراءات، هي عمليه تخفيض في الاسعار، تخفيض في ورسوم الانتقالات، تخفيض في تكلفه البرامج بشكل عام. يعني لا يا فندم انا معاك في هذا الكلام بس في حد المعقول، ما اشتغلش بسعر التكلفه واقول ده هذه الدول، ما فيش دوله في العالم احنا بنسافر وبنروح ان في دوله عالم باسعارها بتنزل بهذا أسعار عشان أدي 20 و22 دولار في البورد في الغردقة والشرم الشيخ، هل هي دي السياحة؟ نعم نعم احترامي. أنا لازم أحافظ على كيان مصر، ومش العملية عملية كيف جبت 2000 3000 4000 5000 سايح بقدر ما نجيب 1000 أبرك من 5000. تمام صحيح أستاذ سيف. تمام نشكرك على هذا المقترح أستاذ سيف عماري الخبير السياحي، وكل التأكيد هذا المقترح يوجه إلى المعنيين بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم ويتناسب مع هذه الظروف. مشاهدينا الكرام دعونا نتعرف على المزيد من الآراء من خلال مواقع موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والزميلة إيمان الشيخ. نعم محمد، آخر ما تبقى لينا ما تبقى عندنا من مشاركات محمد العريشي. نعم علينا اختيار حلول تتناسب مع المرحلة الحالية، فتخفيض أسعار تذاكر الطيران هي خطوة كبيرة لجذب السياح من جميع أنحاء العالم. ثانيا توزيع هدايا تذكارية داخل الطائرة أيضا تعتبر وسيلة رائعة لجذب السائح. وثالثا لابد من عمل لجنة متخصصة مكونة من وزارة السياحة ومصر للطيران تحقق للسائح الراحة التامة ووسائل الجذب. أيمن الأنصاري أيضا يقول جذب السياحة في مصر يأتي أولا عن طريق توافر أمن وأمان الوطن، وأيضا تنشيط السياحة في مصر له طرق متعددة منها الأمن والأمان، نظافة الشارع المصري، المحافظة على المناطق السياحية والأثرية، ثم يأتي عروض الفنادق وشركات السياحة والتسويق ومساهمة عروض شركة مصر للطيران. كل ذلك يمثل منظومة متكاملة مشتركة من الجميع لتنشيط السياحة في مصر والعمل بها على مدار العام في جميع فصول السنة. أيضا لابد من الدور التسويقي الداخلي والخارجي في الفترة الحالية. عويض عويضة صديق همزة وصلة الدائم يقول أعتقد دون شك أن عروض مصر للطيران سوف تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة المصرية بالإضافة إلى تهيئة الجو والمناخ والأماكن الترفيهية والسياحية وعمل بروتوكولات معينة لتزيين الشكل العام لكل المناطق السياحية، كل هذا بالإضافة إلى السند الرئيسي لعودة السياحة إلى سابق عهدها وهو تأمين المنشآت السياحية وتكثيف التواجد الأمني. وصلت معكم مشاهدينا بهذا التعليق إلى نهاية هذه الفقرة الخاصة بالتواصل الاجتماعي، مجددا إلى زميلي محمد سليمان، تفضل من جديد. أشكرك زميلة إيمان الشيخ وأشكر مشاهدينا على ثقتهم، ونشكر أنفسنا جميعا على ثقتنا في شركة الطيران الوطنية، وهذا ما نتمناه جميعا أن نتكاتف جميعا من أجل هذا البلد حتى نصنع لنا مستقبلا مختلفا نرجوه. قبل أن نترككم مشاهدينا الكرام دعوني أعرض عليكم سؤال حلقة الغد، وهو كيف ترى الحوافز التي الذي يقدمها قانون الاستثمار الجديد، وهذا الموضوع يعد من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة. نرجو مشاركتكم وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله.